والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما. صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعبد الله الساخن المعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مدخويني شيخ أحمد مدخويني تضوائي لسول صوماليا مدخويني حسن الشيخ مدخويني سديدة لصوماليا كجميع أغلق السرع في وزارها لما مدخويني أشهر ميش جوغان في مواطنين تدنبع يقول دوم السلام ديراً وقلبك الصدر نعاوه وحدك وابضيهين وحيابه لشيخ وابضيهين أظن لحد نجرى هذه الميكروفون لوني والحلقة كمان لما أدق ولا هي أكيد حتى يعني عاوة وحا قلت لهم لو مناسبات بايش مرفوشوا مناسبة دي عالنكا إيو بوشا شوهم صلى الله عليه وسلم هذه تنعالنكا عن قبل الأمر عاوة على بين الصومالية وعلى الحدرين تضوي جسرين مركز الأساسي والصومالي وطن ميلا يجب حل على ما يوداني يسو أستان واحد مركز سووه ليس كوني سرابة والكنتين أخر دي أكتوبر مركز هدي دولة نمدينة مرمر أو كفينا كأينو وحاويان يا ملوني يا أبن وحاوي دولة مودرن أحسك عن سيدي لك مدهجة تضوات الصنم والله ودنا هدي لغسو من عرفة قليل سقال إلا مان تضوات الصنم يا أهل الكتاب من سامر فضع كذا ولا بقى ولا سدح ولا كذا يعني لو ده يصير أنا كذي وكفينا وكفينا وكائن الله كيف حنك صلى الله عليه وسلم كذا كسر من السود حاول تلا بقى كام كذي نوع أرنت أو بدأ الصومالية يعني أرنت كشاف سنة تاريخ نير الصومبر تاريخ نير الصومبر كيف حنا أدو هبور إن مركت خفل بالصوكل أما هي أتكس كدول ده يصوك شيء كل جول واحد هي حاجة جيدة هذا كسر بالله دولتي كعك شرور بدن بيكون بسيء هذا الكل رأي أساسا بدل كسر تك دولتي كدن بيه كل واحد يشوف كتير حكومة ده حكومة دي كدن بيه سبحان الله ورانا كدن بيه مدعين مدعين كدن بيه أي دش ولا يكسر بسيء هذا الكل رأي هاي أريمها أي غرام أريم بدن هو عن لس ولا يجستا لكن هذا كمل جارو وحاسي عن ربائي مرتا أن يرى تعبته مرحلة لها أي صومر مرحلة هذه وحاجة كسر بالعودة، يعني أنت على سؤال لو كوني سديتي، لو كوني سديت وعك سر بالعودة، ما تكون كلاس كهر، يعني لو تكهر وحاول يونايتد نيش أنت دول بكعان كإنجستي، وحلا نسيه شركة ليلا أم كلاس، عن شركة سوبر شيء كي تون سنة يا لسي دولة ده، دم ده إلى يسوس سنة يستان، أوف حلا أوف دولة على دولة دي له، كي يخاره ده، إلى يسوس شركة ويسان يسوس سنة يا رفسان أيوه شروع الهول يقول لك لو سمعنا أنكم ما أنو لهين مشاكل هجري مركز برلمانك وكالة خيشتان عن دواهات هجرتي وعن لي برلمانك قارن بعيد دلج ويجري قارن انتي جوغين يعني حكومة قلو قلو يجري سبقر وحافلت جوغي ومركا يلايني شنو مدع الظاهرين إلى الولد عبدالله ولا عبدالله يا وركا سو قاري ومركا طولكي سنة وردماني يعني طولكا سنة عن لقي قاري دبدا سوء عن صومالي هم أشياء وعين أمور يسمي العالم كنا هو أمرو كسمين كروا أني خاص بهاي، ولا عبد الله روح لسه حريري حكومة دي مركا جشتي، والله يرحمه نور عدى إياه كريجين كيسي والله عملنا هم أحنا السلام بينا، أي كاسة نروح دراسة دي سالو سمينا حال غيرة يا سمينا ملاحين مر أي واحد يحين فسره إن مرتا لسه نيو دول الدرج، ولا عبد الله روح تورتي نوروي إن يسميه دراسة دايرة. Western Africa or the Osasalis, Majak Osasalis. Tiva Lassabi, or at the other Kuru, for some of Sam for some of you, you should have lose some Russell Sagan Kundi Rodiai. Alakul Hammer and our Kundi Arab, we saw Sarate, the community can do a midwife bookies, the midwife bookies, so for the work service. Like in Marka or at Awa and Ujo, no how again. Turning point to Haja had your mission after all. I didn't make a shock for a lot of. قبت وحاول حكومتي وأجاه يا عبد الله ديو حكامين أي حسن شيخ. شامس كده شقف والبحر صاحب لكن مركا أو صحيح حي عرفت لي لا برو برو كلميش كأما إعلان رسمي وكسمي أو حد ذا يعني شجرة يجي يجين تقول أجي هاي
meesha uu joogo waxyaabaha loo baahan yahay iyo supporting document wixii marata oo kaalmaynaya inuu geeyo meeshii marata unclosbaafrin geeyo asagaa u sababaha. Taasi waxa weeyaan baarlamaankii sideedaad for example oo hadda Cabdi Xaashi nagala joogay dadkaa suurtogal ah waxay gaareen go-aan dhexalgal ah. Baarlamaanka sagaalaad wuxuu ku fariisiyey go-aanka sideedaad buu ku fariisiyey. Baarlamaanka sagaalaad waxa weeye wadatashi wanaagsan baa ka jiray guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha dhexdeeda xiriir fiicana ka socday arrintaa ku saabsan labada arrimood oo aan Xasan Sheekh ku ammaanayo aan ugu mahadcelinayo intaan shaqada la hayni waa laba arrimood. Arrinta koowaad waxay ahayd koob markii asaga la doortay, anii hortiisa la doortay, laakiin markii asaga la doortay waxaan ku heshiinay in anii adiga laba siyaasi aan nahay haddaa iskhilaafno dhegta shacbiga aan ka ilaalino khilaafkeen dhexdeen la cad qol aan isku xirino aan isu fiiqno laakiin yuusan dhaafi. Taas waa iga yeelay alxamdulilah waxa weyaan afartii sanaa la joogay fadhiyan banaanka uma soo diray. Tan labaad waxay ahayd markii arrintan aan qabanqaabinayno arrinta badda ah ayadana waxay ahayd in ilaa aan ka geynayno United Nationska afar qof baa la socotay waa aniga, waa Xasan Sheekh, Cali Balcad la yiraahdo oo markaa chief of cabinet uu ahaa Xasan iyo gabadha Muna oo iyadana maqamishi noogu timid adig kabacdi dadku waa soo kordhay oo soo kordhay Allah yarxamuhu waxaan kusoo galay injineer Saalixi iyo dad kale kusoo darsamay badan wasaaradda arrimaha dibadda oo markaa kala socotay isheg madam Fawziya adigo dad baa soo kabxay laakiin ilaa la geynayo Kenya waxay noo haysatay Ilaahay waa noo sakhirayo marar qaarkood waxa weeyaan daayare geeda kasoo degay noo moodays laakiin waxba qabsan kara laakiin waa ku sirantay waxaa indhaha u furmay oo kaliya markii meesha la geeyey istaraatiijiyada oo meeshaasi oo aan ku heshiinayno madaxtooyada iyo madaxweynaha iyo annaka guddiga joogtada waxay ahayd shan tallaabo istaraatiijiya ee aan degsanay. Raqam waaxid horta inaan raadsanno daraasaadkii laga sameeyey oo ayaga dowladda goobay ay samayso United Nationska hayay. Raqam iddeen in daraasadaas keligeed aanan aaminin oo aan second opinion fakrad kale aan raadsanno. Fakrad kale la keenay waa la fiirsay waxa inay sax tahay inay marta unclos waafaqsan tahay jiidimaha aan samaynayno labaheed saddex in la geeyo inaan geeyo guddiga aan geeyno marta dacwadda aan gudbino proclamation yacni waa si rasmi ah proclamation iyo iclaan rasmi jamhuuriyadda Soomaaliyeed meesha ay geyigeeda ku egeysan u yahay ilaa akhri iyo magdhowyada oo marta ay raacayso. Raqam talaata in aan midayno ra'yiga dadweynaha kan xukuumadda kan baarlamaanka inuu mid noqdo marta aan loo kala milisayn waxay ka mid tahay strategiyada iyo in lacagtii oo la raadsho qawaaniinta xataa lagu fulin lahaa. Arrinta yacni si fiican bay noogu martay alxamdulilah wada shaqeyn bay ku imaaday. Marka guusha waxay u soo hooyatay shacbiga Soomaaliya cid gooni u dhamaa haddii yacni marar qaarkood hadalla aan dhadhaxno waa iska jira laakiin nuxurkeeda aanan garanayn caawa aan fasiro bar dal nuxuriye magii macnihiisa dal markaad tidhaahdo dhul keliya maaha dal wuxuu ka kooban yahay gey shacbi wax alla wixii nool oo ku jira oo xuduudkood la yaqaan ama ha noqoto dhir ha noqoto dhagax ha noqdo haddii dad ha noqdaan wax dhan laysku jira dhaqaaqil kasta ama daaba kula daabi yani kulamaa daba fi lard oo ku jira xuduudkaasi waxaa la yidhahdaa dal. Marka waxa lagu qabsaday waxay ahayd geyiga u ahaa geyiga iyo dalkan yaa iskale waxaa iskale shacbi marka guusha hadday soo hooyatay waxaa iskale shacbigii dalka iskal qaadashanaya saa daraaddeed inta kale mahadsanida la dhaha laakiin guusha waxaa iskale shacbigii ama si kale loo gaadaa waxaa waa badayahay laakiin waa soo gaabina waxa weeyaan hadda dardaarta waxay tahay meel kasto Soomaaliya ay joogto ha ahaada muwaadiniinta oo jamhuuriyadda federaalka ahaada ha ahaadan dadka kale oo ummadda Soomaaliyeed ka tirsano daafaha adduunyada kala degan ha noqoto kuwa dariska meel kastaba waxa weeyaan in guush aan la gaaray si tawaaduc ah aan u qaabilno aan martaa fanfaan iyo kibir kibir iyo aan lagu sameyn tawaaduca waa la soo guush waa soo hogeytay ha la hanto aan ka fakarno sideebaan mustaqbalka u hanan doonaa dad baddeen u ilaashan doonaa una hanan karnaa oo aan ugu samayn karna daraasiyo.
taasi waa iga dardaaran haddii aan la yidhaahdo oo aan u baahannahay inaan kulligeen aan ilaalino. Waxaa igu dambeyntii aan rabaa inaan idhaahdo waxa weye guusha Soomaaliya wax Soomaaliya amniga usoo hoydaan waa amniga Kenya, waa amniga Itoobiya, waa amniga gobolka oo dhan. Dhaqaalaha usoo hoyda Soomaaliya waa dhaqaalo ay anfacayso dhammaan gobolka oo East Africa oo dhan. Nabadda iyo amniga kulligiis waxa weyaan waa mid walaaka weyaan. Saa daraaddeed ha loo fahmo waxaan soo hoyday waa amni, waa dhaqaale, waa nabadda usoo hoyday East Africa oo dhan. Insha Allah warkiga meeshaan kusoo koobaa laga dambeeya marka hadalku waa gaabina. Bad la gartayna ma jirtaa beena.